خليكي معنا يا أستاذة سارة، حنكمل معاك، لكن خليني أخذ معايا مداخلة هاتفية من الأستاذة نورة النملة، خبيرة في المجال الأسري. أستاذة نورة، حياك الله. أهلا بك. خليني أسألك على السريع، يعني كتبتي كان عندك جلسة قبل أيام كانت بعنوان المحات تنمي حس المواطنة، كلميني عن أبعاد هذا التعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم طرح هذا الموضوع. حقيقة الموضوع المواطنة يعتبر من أهم المواضيع التي يجب أن تطرح في الساحة من ناحية من جميع النواحي، من ناحية الأبعاد أو الآثار. نتحدث عن الأبعاد التي تعزز قيمة المواطنة. أول بعد ينطلق منه من هذه الأبعاد أنه تعميق مفهوم الحقيقي لقيمة المواطنة. نريد أن نعمق مفهوم المواطنة، ما هو، ما معنى المواطنة وما هي الوطنية، الاختلاف ما بينهما. الأمر الثاني، الأبعاد من الأبعاد أنها تصنع وحدة وطنية، تكاتف مجتمعي، تعكس صورة حسنة في الحل والترحال بالنسبة للأفراد. جميل. أبعاد التعزيز القيمة أنها تضخم إنجازات الوطن وتشعرنا بالشموخ الوطني المفعل للتفاعل. يعني ما هو مجرد أن احنا نفعل يوم الوطن في يوم وطن في لحظة معينة، لا، احنا لما نكون نشعر بالشموخ الوطني احنا نفعل الممارسات الوطنية في جميع مسارات حياتنا وما بين سطورها، سواء داخل البلد أو خارج البلد. نعم. الأهم من الأبعاد كذلك أنها تصنع حاجز وطني كفيل بسد الفتحات والثغرات التي قد ترد إليها بعض الأفكار التي تتناسب أو قد تخلخل من القيمة الوطنية. صحيح. هذه أهم الأبعاد. جميل جدا. جيد. أستاذة كمان سمي. في أبعاد عدة، بس أنا التقيت لكم اللي ببالي، اللي أبعاد اللي ممكن هي تكون الأهم أو الأبرز. نعم، أبعاد ترفيهية. نعم أكيد. طب أستاذة نورة، خلينا نتكلم في المجال الأسري، يعني على المستوى الأسري في البيت، إيش المفروض إنه يكون من الأب والأم منذ البداية؟ يعني أنا أحس إنه مش في فترة المراهقة لازم تعلم طفلك حس المواطنة، أنا أحس من أول الصغر. لازم ينغرس هذا الحب، ينغرس منذ الصغر. فكيف ممكن الأهل في البيت يقدروا ينموا هذا الحس؟ يعني أنا أتذكر زمان كان هذا الشيء موجود فعليا في جميع العوائل، فعند أمي، أمك، أم مثلا جميع المتواجدات معنا في الاستوديو أيضا. بس الفكرة إنه الحين كجيل جديد، كجيل أكبر اهتماماته، إيه بالضبط، أكبر اهتماماته التكنولوجيا فقط، كيف أنا أقدر أنمي فيه الحس الوطني؟ من ناحية تنمية الحس الوطني داخل أنفس الأبناء، هو ممكن الوالدين يستطيعون من خلال 4 نقاط، اللي هي ربط وتصعيد وتعميق وتعويد. نعم. أنا لما أربط إنجازات الوطن بأن الوطن، عطاءات الوطن أربطه بالقيمة الوطنية، راح ينحكي عند الأبناء. لما أصعد العطاءات والكفاءات والمبادرات التي يقوم فيها الوطن، أصعدها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المجتمعي. أوه. وعلى الصعيد العائلة، راح يصعد مع ذلك الحس يصعد داخل نفس الطفل. وكذلك لما أعمق، يعني من خلال سلوكيات وممارسات تمارس داخل الأسرة وخارج الأسرة، راح تتعمق كذلك مفهوم الوطنة داخل نفس الطفل. وكذلك التعويض هي يأتي بالتعويض، إن إحنا نهتم بمصالح الوطن، نقدم مصلحة الوطن على المصلحة الفردية. لكن هذا كله ترى ما يستطيع أي والدين يغرسونه إلا إذا كانوا هم فعلا معتزين بالوطن ويستشعرون بالقيمة الوطنية الحقيقية، يحسوا بالانتماء. أستاذة نورة النملة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أستاذة سارة، نرجع.